اهلا وسهلا كل الصحفيين والحضور الخبراء وغيرهم من العالم شاركونا في هذا اللقاء الجامع. هلا المبادره كثير جميله وعندنا لقاءات ثانيه، لكن هذا اذا دل على شيء يدل على حسن التعامل معنا، وبعقلين ستبقى مفتوحه ونامل الخير للجميع في بعقلين، لانه المعرض دائم هيدا اليومين، وتعاني الكرة مرة تانية لأنه الإنتاج الزراعي والمنتجات المندرية هي تدعيم للاقتصاد المحلي ودور الاقتصاد تنمو بهذا الوضع. أكثر شيء برحب كمان فيكم أنتم لأنه الضوء على شيء جميل. شكرا. صراحة هذا بيت اليتيم قديم كثير بعدهم. نعم. ونحن قدمنا البيت حسب طلب بلدية بعقلين المؤسسة الخيرية، ونساعدهم بقدر الإمكان اللي فينا نقدمه. المعرض رح يكون اليوم وبكرة، وإن شاء الله يكون عجبكم كتير كتير. شوف المنتجات الحرفية أكيد أكيد، هاي أول مرة بتصير المعرض هون. أنا شريت هذا البيت بس من شي سنة. نعم. وعم نسوي فيه، كان صار له شيء 10-12 سنة مهجور. نعم. ما في سكان. نعم. بعدني عم بسوي فيه. تفضل يا هلا فيكم من لبنان. أول حاجة يعني تجربت كثير بمعرفتكم. يا هلا. في بلدية العقلين. هاي بلدية مريدان لمنظمة الأخوة. منظمة قيمة. نتشكر حضوركم انتم الشعب الطيب. يا هلا وسهلا فيكم. هدى أبو جلدي مؤلفة كتاب حيل الست هدى وسفر الست هدى، كمان موجود واحد منهم بالسوق اللي هو بالمكتبات وهو سفرة الست هدى، وطلع ببرنامج حيل الست هدى على الميديا لحطينا شوي هيك توعية للسيدات البنوك. بعد منها عنده صعوبات يومية بالبيت بالمكتب بغراضنا بطيبنا، فإذا بحبوا تابعوني على صفحة حيل الست هدى. أهلا وسهلا فيك، كيف لقيتي هالمعرض ببعقلين؟ معرض كتير مرتب وحلو، كمان زينوا السفرة بوجوده. نحن اشتقنا لهي الجمعات ببعقلين بعد كورونا بعد كل الظروف اللي عم نعيشها. بتمنى راحة البال، وحلو كتير عم يعملوا كل سيدة تلاحظ إنه سيدات وجودهم إن شاء الله عناحتها يا رب. سيدات وجودهم كبير وعندهم هذا الحافز يعملوا دائما الأشياء الحلوة. يا أهلا وسهلا فيكم وميرسي كيف حالكم. أهلا فيكم بلبنان، تفضلوا. سهلا. هذا المعرض كان مناسبة بالنسبة لي لأكتشف شيء جديد في الشوف. أنا سبق لي أن زرت الشوف عدة مرات عدة مناطق، لكن اليوم اكتشفت مهارات ما يمكن أن تصنعه اليد في منطقة الشوف، خاصة النساء. أهلا وسهلا فيكم. وهذا المعرض ربما معارض أخرى تعقد في نواحي في مناطق لبنان هي يمكن اعتبارها كنقطة في زمن صعب. نعم. وكما أبهرنا اليوم بهذه الإنتاجات سواء كانت في لبنان صناعة أصيلة أو فيما يتعلق بالمأكولات أو التهيئات على من على أساس فواكه وغيرها. نعم. هي تبرز مهارة نحن منتشكركم ومنتشكركم بلبنان. أهلا وسهلا فيكم ومعك برايفت ماجازين ولبنغي كما اليوم اكتشفنا فيه طاقات وإمكانيات. يا أهلا وسهلا فيكم. فرحنا منذ يومين بفرقة مياه. يس. فلبنان سينهض إن شاء الله، سينهض بشعبه إن شاء الله، سينهض بنساء. يا أهلا وسهلا فيكم بلبنان. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك بعقلين،
وكنت حابه من زمان اجا بعقلين حتى جوزي معي يا هلا جوزي داني يا هلا هلا من زمان يقول لي انا حابب اطلع على بعقلين حابب اطلع بعقلين اهلا وسهلا فيكم ومعكي برايفت ماجازين ولا بنجيت اهلا وسهلا فيكم ببعقلين ميرسي وكثير انبسطنا فيك اليوم وشو بتحبي بالنسبه شو شفتي بهيدا المعرض وشفتي شفتي بالموضوع بعدين منطقه كثير حلوه بعدين وبصراحه يعني من بعد بتعرف الحرب وهيك صح والكورونا اذا بدنا نقول ما عدنا نقدر لا نروح ولا نجي وكثير انقطعنا من مناطق عن بعضها انا حبيتها كثير لهالمنطقه اللي حبيت فيها انه اهم شيء التعايش نرجع كلنا سوا نتعايش وكلنا اقرب مع بعض وهيك ساعتها ببينوا اللبنانيه قديش متمسكين مع بعض وقديش بهمهم يضلون يعني يتطلعوا لقدام واللبناني لو شو ما واحد عمل فيه ما بيمط بدمه الحياة بدمه الحياة يعني صح. مثل ما مياسة ديك اليوم بيضولنا وجهنا مثل ما لاعبين الباسكت عم بيضولنا اللبناني عنده لذة الاختراع والإبداع وهذا الشيء يلي لو شو ما عملوا فيه ما رح يموتونا شكرا يعني بعقلين شو بدي اقول انا بعقلين من زمان هيدي بعتبرها ضايعتي وميرسي كتير لميشيل فياض يلي قامت بهالمهمة كلها هيدي يعني شغلة منا سهلة صحيح انك تكون بهيدا المشروع صحيح ومشكور الشيخ بعيني كمان انه حق القصر لحتى الشباب كلهم ببعقلين يفرجوا الفن تبعهم الاكل الطيب والموني وهالشباب الحلوين هولي كلهم كتير حلوين بنشكر السفرة والأنصر كمان اللي اجوا وشاركونا بهالمهرجان الحلو يعني انا بعتبره مهرجان وشو كمان بدي اقول في كتير اشياء حلوة بحب العالم انه كلهم يجوا على بعقلين شوفوا بعقلين شو حلوة واهلا شو حلو.